مقدور عليه بالنسبة لأي منهما، لكن تبقى دائما مباراتهما عندما تكون في مرحلة النهاية بتبقى صعبة جدا فنيا على أرض الملعب. بعثة الملعب المالي وصلت بالفعل إلى القاهرة وتعمل تمرين وحيد النهاردة، لعبوه خلاص اتمرنوه على ملعب بيترو سبورت، هذا هو التدريب الوحيد اللي هم هيتدربوه. وانا النهارده الجمعه فعلا هم بيشتغلوا عليه دلوقتي على الملعب الفرعي، وده قبل السفر للسويس. النادي الاهلي توجه بسلامه الله الى مدينه السويس للمبيت عشان مباراته طبعا هتبقى على ملعب السويس الجديد بكره الساعه 9 مساء. اما مباراه الزمالك بعد بكره ان شاء الله امام بايرتس اورلاند بايرتس الجنوب افريقي هتبقى الساعه 8 ونص مساء. جابور كميل وهو المدير الفني لفريق الملعب المالي قال صحيح احنا خارج المنافسه وصحيح احنا ملناش اي يعني اهداف من هذه المباراه الا ان احنا نقدم عرض في منتهى القوه امام البطل الكبير النادي الاهلي، ومن ثم انتظرونا في موقعة كروية قوية للغاية. لكن أنا بقول ومؤكد كل اللي يعني متابعين كل كرة القدم بيؤكدوا تماما أن مباراة الغد محسومة بنسبة 150%. لقطات اللي قدام حضراتكم دي لقطات لآخر تدريب النهاردة للنادي الأهلي قبل التوجه إلى مدينة السويس، ودي أول تمرينة للكابتن فتحي مبروك بعدما أعلن أنه المدير الفني الرسمي للنادي الأهلي لمدة موسم قادم. وبالمناسبة دي طبعا بنتمنى له كل توفيق إن شاء الله، ونتمنى من كل اللاعبين أن هم يتعاونوا مع الكابتن فتحي مبروك إلى أقصى درجات التعاون الفني والمعنوي علشان يقدموا مدير فني واعد وحقيقي للكورة المصرية. كابتن مبروك ضم إيفونا لمواجهة الملعب المالي بكرة إن شاء الله، وتأكد غياب جون أنطوي وحسام غالي. قائمة النادي الأهلي اللي غادرت بعد هذا التدريب بسلامة الله إلى مدينة السويس بتضم 20 لاعب، هم في حراسة المرمى شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، مسعد عوض. في خط الدفاع سعد الدين سمير، محمد نجيب، شريف حازم، شريف عبد الفضيل، صبري رحيل، أحمد فتحي، محمد هاني، وحسين السيد. خط الوسط حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ومؤمن زكريا. في خط الهجوم عماد متعب، عمرو جمال، احمد عبد الظاهر، ومليك ايفون. هنتكلم عن التشكيل المتوقع باذن الله في الفقره التحليليه مع الكباتن الكبار احمد بلال وطارق السعيد. الاجتماع الفني اللي هنشوفه بعد شوية تم الاتفاق على ان النادي الاهلي هيلعب طبعا بزيه الرسمي التقليدي، فانيلا الحمراء، الشورت الابيض، بينما الملعب المالي الفريق الضيف هيرتدي الزي الازرق كاملا، يعني تشيرت والشورت والشراب كله ازرق في ازرق. مؤكد ان النادي الاهلي طبعا انا قلت لحضراتكم غيابات النادي الاهلي فيما يتعلق بالتشكيل، بيغيب حسام غالي وبيغيب صالح جمعه وجون انطوي وباسم علي، الاربعه بيغيبوا للاصابه، يعني ثلاثه اصابه وواحد ايقاف. طيب طبعا فيما يتعلق بالمؤتمر الفني النهارده اللي حضره كابتن فتحي مبروك وحسام غالي وايضا المدير الفني لفريق الملعب المالي، كل طبعا ساد له بدلو في هذا
المؤتمر، ومن المؤكد كابتن فتحي مبروك بيمر في هذه الفترة بأسعد لحظات حياته على الإطلاق. قبل كده جه أكثر من مرة كمنقذ، خلينا نسميها كده، ونجح في كل مرة في مهمته على أكمل وجه، ثم يجد نفسه في نهاية هذا النجاح خارج الأسوار، وأقصد هنا أسوار الفريق الأول، ولكنه كان دوما داخل أسوار النادي الحقيقة. لكن هذه المرة الوحيدة في تاريخ الكابتن فتحي مبروك أنه ينتقل من مرحلة المحلل إلى مرحلة المدير الفني. كان دايما هو بيخش كمحلل أو منقذ، لكن هذه المرة النادي الأهلي قد رد له أو محلل يعني، ولكن النادي الأهلي هذه المرة قد رد له اعتباره الفني الذي يستحقه، ودخل في إطار آخر وهو إطار المدير الفني النادي الأهلي، وهو شرف كبير جدا يتمناه أي ابن من أبناء النادي الأهلي أنه يبقى مدير فني لهذا الفريق الكبير. ينتظر الكابتن فتحي مبروك تحديات كثيرة للغاية، بدءا من مسألة الكونفدرالية، ومش محطة بكرة. محطة بكرة هي محطة أعتبرها سهلة بكل المقاييس، ولكن نحن نتحدث عن المحطة الأخيرة. سيقابل من وماذا سيفعل؟ هذا هو الحوار. سيقابل من؟ هل هيقابل الزمالك ولا هيقابل أورلاندو بايرتس؟ وماذا سيفعل؟ دي هتبقى أول محطة من محطات الكابتن فتحي مبروك. عندنا الحقيقة لقطات مطولة لتدريب النادي الأهلي مؤكدة نستفيد بيها في فقرة التحليل أيضا، ولكن ولازلنا مع النادي الأهلي لا مانع أن احنا نقول أنه تريزيجيه باعتباره ابن من أبناء النادي الأهلي، وأيضا هو معار وليس منتقل نهائيا إلى نادي أندرلخت البلجيكي. النهاردة كان عنده مؤتمر كلم فيه كلام جميل، وقال فيه ان هو فخور بالانضمام لأندرلخت، وقال ان هو يتمنى ان يحقق ما فعله الأسطورة احمد حسن في أندرلخت، وقال انه أندرلخت هو نادي بطولات زي النادي اللي هو جاي منه وهو النادي الأهلي، وان هو اراد ان يخطو اولى خطواته في الاحتراف في فريق كبير ليفوز بالبطولات. على الجانب الاخر مدير أندرلخت هيرمان فان هولسيك قال عن تريزيجيه بعد اجتيازه طبعا الكشف الطبي واتمام اجراءات الانضمام، قال اخيرا انضم تريزيجيه من النادي الكبير الإفريقي النادي الأهلي، فخورون بوجوده معنا، فهو لاعب يملك قدرات هجومية رائعة تتسق مع فلسفة أندرلخت. طبعا هنا لعبة النادي الأهلي بيقروا دايما الفتحة قبل التدريب ويتعهدوا على كل الأمور. قال فان هولسيك أن صفقة تريزيجيه انتهت منذ شهر، لكن ما أخر الأمر بعض مشاكل في الفيزا. كمان أضاف أن كشافون في إفريقيا تابعوا تريزيجيه فترة طويلة مع ناديه الكبير النادي الأهلي، وأنه قد لفت أنظار كشافين. لم يكن سهلا أن يتركوا النادي الأهلي حتى توصلنا لاتفاق يقضي باستعارته لمدة موسم، وساعدنا في هذا الأمر رغبة اللاعب. أخيرا أكد المدير الفني لفريق أندرلخت على أحقية ناديه في شراء اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري، يعني بيبقى فيه في العقود بند بيسمح بيسموه إعارة بنية الشراء.